لا نريد أن ندخل في جدل. الانتخابات من أصله هناك توجه في أن لا تحصل في قطاع غزة، هذا ما عنيته، لأنه حماس لا ترى أن هذا وقت مناسب لإجراء هذه الانتخابات. وبصراحة خليني أحكي بصراحة، حماس شعبيتها في قطاع غزة كونها حكمت قطاع غزة 9 سنوات الأخيرة تدهورت إلى حد بعيد، وهي تدرك هذه الحقيقة. وكذلك حركة فتح هناك انتقادات عليها في الضفة الغربية، وأنا أحاول أن أتحدث موضوعية. أنا موافق على كثير مما تفضل فيه الأخ هاني، لأنه إحنا يعني نظريا نتحدث عن هذه المشكلة وكأنه يعني الذي يسمعنا يقول طب ما المشكلة، لماذا لا تحل هذا الموضوع؟ لا، الموظفين مشكلة، وحماس وقيادتها لا تستطيع أن تخطو خطوات حتى سياسية ووحدوية إلا عندما يحل هذا الموضوع، لأنه في هناك التزام من قبل هذه القيادة تجاه هؤلاء الموظفين. السلطة أيضا لا تستطيع أن تحل هذا الموضوع ببساطة، لذلك أنا اقترحت ما اقترحته بدل أن نتلاوم ونتبادل الاتهامات. ثانيا، البرنامج السياسي يمكن الاتفاق عليه، الآن تفاصيله لا يوجد فصيل، يعني حركة فتح غير يعني ليست هي التي وقعت على أوسلو، ولا حركة حماس مطلوب منها، الذي وقع هو منظمة التحرير، الأداة التنفيذية هي السلطة، يمكن أن تشارك في السلطة دون أن تتبنى كل مقولة السلطة. وأنا مع تفاهم وطني يحدد سياسة استراتيجية واحدة فيها النضال ضد الاحتلال أو فيها العمل السياسي والمزاوجة بينهم، لأنه مقاومة دون أفق سياسي هي اصطدام بالحائط، سياسة بدون حق في المقاومة هي اصطدام أيضا بالحائط.